أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائنا المستمعين ونحييكم من الأمانة العامة لمجلس الشورى والذي يعقد جلسته الثامنة عشر في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس حيث يمكنك عزيز المستمع متابعة مجريات الجلسة عبر قناة المجلس على اليوتيوب بحرين شورى كونسل احييكم انا هاله العياضي من قسم الاعلام والتواصل بالمجلس واليكم ابرز ما سيدور في جلسه اليوم حيث يبدا المجلس اعماله اليوم بالاخطار بالسؤال الموجه الى سعاده وزيره الصحه والمقدم من سعاده الدكتوره ابتسام محمد صالح الدلال بشان تدريب وابتعاث الاطباء وكذلك الاخطار بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البن محمد بشأن مزاولة مهنة توصيل الطلبات ورد سعادة الوزيرين عليهما. كما ينظر المجلس تقريرا للجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، بشان التأمين ضد التعطل والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس الشورى ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تطلعنا عليها سعادة السيدة هالة رمزي فايز رئيس لجنة الخدمات. في البداية حبيت أأكد على أن المشروع بقانون هو في الأصل اقتراح بقانون تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى. وقد أجاز المجلس نظر الاقتراح بقانون خلال جلسة في شهر نوفمبر من العام 2021 ميلادية، وذلك بعد استكمال دراسته لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية آنذاك، حيث قرر المجلس إحالته إلى الحكومة الموقرة التي قامت بدورها في شهر فبراير الماضي بإحالته بصيغة مشروع بقانون لمجلس النواب، والذي وافق عليه وأحاله إلى مجلس الشورى. المشروع بقانون يهدف بشكل اساسي الى بسط مزيد من الرقابه البرلمانيه على المال العام لضمان حسن ادارته والحفاظ عليه وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي لصندوق التامين ضد التعطل على كل من مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتماده بقرار يصدر عن كل من المجلسين مشفوعا بملاحظاته طبعا لجنة الخدمات بمجلس الشورى بحثت مشروع القانون من خلال الاطلاع على مرئيات الحكومة الموقرة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي جاءت مؤيدة ومتوافقة مع المبادئ والأسس والأهداف التي قام عليها المشروع والتي هي ذاتها التي تضمنها الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وقد قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمناقشة في أحد جلسات المجلس وبناء على ما ذكرته فانه في حال اقرار المجلسين للمشروع بقانون سواء في قراءه واحده او بعد قراءتين يقوم رئيس مجلس النواب باحالته خلال مده لا تتجاوز اسبوعين الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى جلاله الملك الذي يختص بالتصديق على القوانين واصدارها بهذا اعزائنا المستمعين نختتم معكم رسالتنا من مجلس الشورى لهذا الأسبوع ونجدد دعوتنا لمتابعة جلسة اليوم عبر قناتنا على اليوتيوب بحرين شورى كونسل وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس ودمتم في رعاية الله